الله أكبر، 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 وهو القائل: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. الله أكبر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. قالوا: أين يا رسول الله؟ قال: في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. الله أكبر. وقد قلبت القدس الطاولة على اللاعبين. كنا في دمشق، يقال لنا في اتفاقيات أوسلو يؤخرون أمر القدس إلى آخر الاتفاق. كنت أقول لهم: ستقلب القدس الطاولة عليهم جميعا. الله أكبر. وقد وحدت القدس الفلسطينيين من اللد إلى الرملة إلى طبرية إلى عكا إلى حيفا إلى يافا إلى غزة العزة إلى نابلس جبل النار إلى رام الله. الله أكبر. وقد وحدت القدس العرب من القاهرة إلى دمشق إلى عمان إلى سائر العواصم العربية. الله أكبر. وقد وحدت القدس المسلمين من إسطنبول إلى أنقرة إلى سائر عواصم المسلمين. الله أكبر. وقد وحدت القدس الأحرار في وجه الطغاة والمجرمين. الله أكبر. وقد أبت القدس قبل تحريرها إلا أن ترفع اللسان عن كل إرهابي وعميل ومتآمر وخائن وذي وجهين. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده. أوصيكم إخوة الإسلام ونفسي المخطئة المذنبة بتقوى الله. الله أكبر، 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 الله أكبر. يا شباب فلسطين، يا شباب سوريا، يا شباب الشام، وقد أعطيتم لعيدنا هذا لونا آخر قد يكون فيه آلام لكن فيه آمال. فالمنحة لا تكون إلا بعد المحنة، هكذا تعودنا. عندما جاء صلاح الدين ليحرر القدس قاتل 83 معركة قبل أن يصل إلى حطين، وقد مرت 100 سنة على اغتصاب القدس، ثم مرت 100 أخرى حتى تحرر.
حررت التحرير الكامل إلى أن تم اغتصابها في زماننا. الله أكبر. وقد حركت القدس في الأتراك الأنفة العثمانية، فهذا واحد منهم يقول لجنوده هنا في تركيا، هذا وزير الداخلية يقول: هل أنتم مستعدون لرفع الضيم عن القدس؟ الله أكبر. وقد أعادت القدس للأتراك أو أخرجت منهم المارد العثماني الذي يعتزون به ونعتز به جميعا، فهذا هو الرئيس التركي أردوغان يطالب ويعمل من أجل إرسال قوات لا لحماية بني صهيون بل لحماية المقدسيين والفلسطينيين والمسلمين لأول مرة في تاريخ الصراع. الله أكبر، الله أكبر. وكان وعدا مفعولا، النصر وعد لن يخزل ولن يرد، النصر وعد آت أراه كما أراكم وكما أرى وجوهكم النيرة. بورك لكم في عيدكم. أسأل الله عز وجل أن يأتي العيد القادم وقد تكللت أزاهير قلوبنا بالنصر فزغردت بإذن الله، وقد عدنا إلى الله. النصر لن يأتي إلا إذا عدنا إلى الله. القدس لا تعود إلا إذا عادت قدسية الله وقدسية أحكامه إلى قلوبنا وحياتنا وأدق تفاصيل ما نحن فيه من تقلباتنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النيران يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتهليلنا وتكبيرنا ومناجاتنا يا رب العالمين، ولا تضرب بذلك وجوهنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وكل عام وأنتم بخير وأمتنا بخير، وقد جمعتنا الهجرة في سبيل الله. تقبل الله.